بتبصيلي كده ليه؟ قلقانة عليك يا أستر. أنا كويسة. متهيألك. طب عاوزاني أعمل إيه؟ عاوزاك تفهمي. أفهم إيه مونيكا؟ ليه ديفيد ما اتصلش بيكي من الخارج المرة دي؟ أكيد عنده أسباب. أو يبعتلك رسالة. أنت قابلتي ديفيد في روما؟ هو ده اللي قالك. طب ليه عاوزة تبعديني عنه؟ أنا كل ما أتكلم معاكي في الموضوع ده أحس إنك عايزة تبعديني عن ديفيد بأي تمن. لأني شايفة اللي أنت مش شايفاه. أنت شفتي إلياهو قريب؟ امبارح بالليل. وطبعا كانت معاه. إلياهو كان لوحده. لوحده؟ وكان بيشرب زي المجنون. إلياهو مش بيعمل حاجة اليومين دول غير الشرب. إلياهو بيحبك. أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ ما تهربيش من الحقيقة. أنت نفسك قلت إنه اتغير بعد الجواز كتير. أنت بتبالغي. أنت اللي مش عايزة تواجهي الحقيقة. هو قالك؟ إلياهو مش محتاج يقول عشان أعرف. اتكلمتي معاه؟ ما كانش ممكن. للدرجات دي كان سكران؟ ولأني ما كنتش لوحدي. حب جديد؟ اللي يشوفك يكره الحب. ابي طمنيني عليكي. أنا كنت سخيفة معاكي. وإيه الجديد في ده؟ أنا بحبه مونيكا. بحبه ومش عارفة أتخلص من الحب ده إزاي. وآخرتها؟ مش عارفة. لازم تعرفي إستر، لازم تعرفي. أنتِ هتقولي لي نفس الكلام اللي أنا بقول نفس الكلام اللي قلته يوم ما شفتي سامحون لأول مرة. رفوار إستر. مونيكا، أنا آسفة. أنا غلطان اللي قلت لك المعلومات اللي عندي. أنا اللي غلطان اللي اعتمدت على معلومات واحد زيك. يعني حكاية الأفواج دي طلعت حقيقي؟ هو ده كل اللي يهمك؟ أنا قبل كده قلت لك ماليش في اللعبة بتاعتكوا دي وأنت اللي مصمم. حطيتني في موقف حرج وحطيت نفسك في مأزق. يعني حكاية الأفواج طلعت حقيقي؟ يا إستر كانت تعرف منين؟ البرقية اللي وصلت ماجي تورز كان مصدرها جنوة، والرد اللي اتبعت من هنا راح على جنوة، يبقى ده معناه إيه؟ نينو ما قالش كده. حد يعتمد على معلومات واحد عمره 18 سنة. أنت اللي قلت لي الولاد الصغيرين معلوماتهم بتبقى دقيقة عشان ما بيكذبوش. ده لما يسمعها منهم إنسان عاقل. يعني حكاية الأفواج طلعت حقيقي؟ وديفيد سامحون وقع عقد مع أدرياتيكا جنوة استلم شيك بمبلغ محترم ومحدش عارف هيوصل من باريس وفي جيبه قد ايه. خلاص الكلام ان حكايه الافواج طلعت حقيقي. دي اخر مره نتعامل فيها مع بعض. انا اعرف منين ان ادرياتيكا ليها فرع في جنوة. انت مش كنت شريك سامحون؟ هو اللي كان ماسك الشغل كله وانت قلت لي وافق. ديفيد سامحون انسان محترم. قصدك ايه يا عزرا؟ قصدي ان ديفيد سامحون من يوم ما وصل اسرائيل ومن يوم ما عرفتك بيه ومن يوم ما اشتغل معاك لحد ما فض الشركه اللي بينك وبينه بناء على رغبتك ورغم كل الخلافات اللي حصلت بينك وبينه اللي انت كنت سبب فيها اورلو عمره ما اتصرف تصرف صبياني زي اللي انت عملته ده. يعني خلاصه الكلام حكايه الافواج حقيقي. انت كنت متخيل انك تقول لي اللي قلته عنه ده واقعد ساكت؟ يعني الافواج دي حقيقي؟ كان لازم اطمن على امن البلد واعرف هو راح فين وجه منين وقابل مين وعمل ايه. فعلا في اربع افواج جايه لماجي تورز غير اللي لسه ما وصلتش من فرنسا. هو قبل ما يسافر مش كلمك على الاتوبيسات؟ كانت لي شروطه. شروط ايه؟ ده خد المكتب وخد السكرتيره وخد. مش دي كانت طلباتك؟ بناء على استشارتك اللي بتاخد فيها فلوس. وانا نصحتك. الشركه ما كانتش بيخش لها دخل، ما كانش فيه دخل خالص. لان الوطن كان في حاله حرب. يعني انت بتتخلى عني؟ قولها بصراحه. انا عاوز انتقي عملائي واختار اصدقائي. انت بتدخلني في حاجه ماليش دعوه بيها. قصدك ايه يا اورلو؟ قصدي انا قلت لك قبل كده ان العابكم دي انا ماليش دعوه بيها وانت اللي مصمم. خلاص 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 خلاص. اوكي اورلو. اوكي. كده يبقى احسن. وريني بقى هتعمل ايه في السوق لوحدك. طبعا بتتخلى عني. ما انا خلاص ديفيد بقى هو الحصان الربحان. طبعا هو الحصان الربحان لان انا طول الوقت كنت بلعب على حصان خسران. الو. وانت من امتى بتلعب خيل يوسف؟ مين؟ سيبال؟ اوعك اوعك تعلم اورلو الدق المهبب ده. لا اطمني. اورلو ما بيتعلمش. اورلو ما بيعرفش يتعلم لانه ما عندوش استعداد اساسا انه يتعلم. وهو فين اخو متشولح؟ اهو معاكي. سيبال
سيمان حبيبتي. حبيبتك يا قمرتي يا خسران. قمرتي انت مش عندك شركة ومكتب تقعد فيهم؟ ايه اللي بيوديك للأزرق؟ اصل حكاية الافواج. شوف الرب هيدخلك جهنم من غير حساب. ليه؟ انا مظلوم. وايه حكاية سبق الخيل اللي بتلعبوا مع يوسف وتخسروا فيه فلوسكم؟ سبق الخيل؟ خيل ايه يا حبيبتي؟ هتكذب اورلو يبقى بتلعبوا اياه. انت مش فاهم الحكاية اصلا. اصل ايه؟ انا هفهم كويس لما نشوفك. سامحون هيوصل الليلة. سامحون؟ كده قال نينو. واحد بيسافر يجيب شغل وتاني قاعد يلعب خيل. سيبال حبيب. الو سيبال. سيبي كويس كده الحكاية. اقول له ماله سامحون؟ ديفيد شارب سامحون هيوصل للادي. مين قال كده؟ اللي بتسأليني انا سؤال زي ده علشان مفيش حد اتكلم معاه. ما عندكيش أصدقاء؟ ليه صديقة واحدة بحبها قوي، ليه مش بتتكلمي معاها؟ هي عارفة عني أي حاجة وكل حاجة. عارفة علاقتك بديفيد؟ يمكن أكتر ما نعرفها. إذن ليه؟ إستر مالك؟ أنت مش عاوزة تجاوبي على سؤالي؟ هو ما فيش غير طريق واحد. قولي من فضلك، يمكن ما يريحكيش. ما أنا مش مرتاح. اتصرفي معاه بشكل طبيعي اكتر. يعني ايه؟ خليكي جنبه وكوني صديقه له بالفعل. اعملي شغلك مظبوط ولا تفرجيش عليه حاجه، سيبيه هو يتصرف لغايه ما تعرفي بالظبط هو عاوز ايه. كلامي مش عاجبك؟ لا ابدا ابدا، كلام كويس قوي. استر تعالي ننسى العواطف. انت مش بتعتبري ان ديفيد صديقك وانت صديقته؟ أكيد. طب إيه رأيك لو عملتي عشا في بيتك على شرفه؟ إزاي أنا ما فكرتش بالشكل ده؟ يعني ده ممكن؟ طبعا. وإلياهو مش حيمانة، يعني يمكن يتضايق شوية بس مش حيمانة. عظيم. ودي هتبقى فرصة إنك ترتبطي بيه اجتماعيا وقدام الناس. ده هيلزمك بتصرف معين. بس أعزم مين على العشاء وإحنا ملناش أصدقاء مشتركين؟ اعملي أصدقاء مشتركين. اعزمي أصدقائك وأصدقائه. أعزم أورلو. كنت لسه هطلب منك الطلب ده. وكويس إنك ما قلتيش لديفيد عن تصرفات أورلو، مش لأنه بس عشان في مصلحته، لكن لأنه إنسان حساس والمسائل دي ممكن تأثر عليه. ولو عزمتك هتيجي؟ من غير عزومة أنا حاجي. أنا أخدت من وقت كتير، المهم إنه يجيب نتيجة. حكاية الولاء للوطن اللي احنا بنحس بيها في مصر او بيشعر بيها اي مواطن في اي دولة من دول العالم يعني مش موجودة في اسرائيل بنفس المعنى. يمكن عشان معظمهم من دول تانية؟ لا مش ده بس السبب.